عليكم بروح اواشركم كنشكر السيد وزير الداخليه كنشكر السيد المدير العام كنشكر مدير الشرطه القضائيه سي محمد خيسي كنشكر السيد رئيس النيابه العامه الجديد كنشكر السيد وكيل العام محكمه الدار البيضاء كنشكر السيد رئيس فرقه الوطنيه الشرطه القضائيه سي هشام بعلي بغينا حنا سيدي ناخذوا الحق ديال خصنا راضيع بغينا الحق ديال خصنا ناخذوا نعم سيدي وراه حنا بلاد الحق وراه حنا تيختنا كبير في القضاء كاين شنو ايوا اخويا حنا باركين في الدار في العشيه اذا الاخ ديالي جايه من المدرسه واحد الاستاذه واحد السيد ملي جا من جايه الاستاذه كان معهم واحد المخبر هذاك المخبر الاستاذه مشات بقى المخبر قال لهم راه هذيك هي فلانه اللي كان وقع معكم النزاع اللي فات هي هذيك جاو قلبوها داروا لها واحد الجس وقائي في الشارع العام وامام الملك ما قلبوها ما لقاو عندها والو السيد اللي بغا يتبعها قال لي سير تفحلات ملي مشي الى تما جا السيد صون عليا قلب على الدار ما عرف الدار جا صون علينا قلب الدار لقانا قال لي راه ما تكونش دور البوليس مشينا حنايا المقر ديال الشرطه القضائيه ديال مولاي رشيد تنسولو نقلبو كلشي سد البيبان حتى حد ما عطانا الاخبار شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه حتى حد ما عطانا الاخبار فين تخبرنا واحد السيد غد ليه قال لك راه غتقدم للمحكمه غتخرج الا ما مشينا حنا للمحكمه نهار اثنين نشوفو اش كاين تيخبرنا المحامي ديالنا ان دير الى التجار الكوكايين ملي هاد السيده دايره التجار الكوكايين علاش ما يجوش الدار يقلبوا ويديروا واحد جس واحد لونكيت ويقلبوا التليفون ديالها ويقلبوا المعامل ديال التعامل هاد السيده ديال الكوكايين وهنا تنطلبوا المسؤولين يدخلوا استعجال راه هاد السيده راه مشدوده ظلم وعدوانا وياخذوا لها الحق ديالها وحنا راه تيختنا كبيره في القضاء والمسؤولين السيد المدير العام سي عبد اللطيف الحموشي والسيد مدير الشرطه القضائيه محمد تخيسي والسيد رئيس النيابه العامه الجديد مولاي حسن الدكي والسيد الوكيل العام لمحكمه سينا في الدار البيضاء الاستاذ نجيب بن سامي والسيد رئيس الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه السيد المراقب العام هشام بعلي الله يجازيهم بخير الله راه تيختنا كبير احنا في الامن وفي القضاء باش يعطيونا حقنا الله يجازيهم بخير راه الحق ديال اختي ضايع والله يجازيكم بخير وعاش الملك وراه حنا بلاد الحق والله ينصر سيدنا بلاد الحق وعاش الملك القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك.